السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على السلاسل أو المسلسلات، تمام؟ هنيجي هنا بايثون وأقول له أنا عايز أعرف لست جديدة، فبكرة أعرف الليست أقول له ال اي تمام بتساوي وأفتح قوسين، مع إن أنا فتحت القوسين دي إن في هنا سلسلة، وأقول له الأوتبوت بتاعي ال اي رايت. أجي هنا هلاقي empty list، السلسلة فاضية تمام لأن ما دخلتش قيم. طب خلينا ندخل قيم، أقول له 5 و4 و7 8، أي قيم، قيم عشوائية خالص، وأقول له رد. هاجي هنا هلاقي إن عندي 9 قيم ومحطوطين هما زي ما هما، الخمسة دي أول واحدة فده بياخد 0 1 2 3 وهكذا. طيب لو عايز أرتب القيم دي هقول ال I dot S O R T تمام، وأقول له رن. أجي هنا ألاقي القيم موجودة بالترتيب 2 4 5 6 6، كمان 7 8 9 13، تمام. فدي من ضمن الحاجات الكويسة. طيب ممكن أدخل أرقام أو ممكن أدخل نصوص. لو عايز أدخل نصوص هحطها بين قوسين كده وأقول له مثلا إن دي بيم أريبيا، وأقول له ران، ألاقيهم بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اقول له انا عايز القيمة مثلا رقم 10 مثلا، هقول له انا عندي مثلا او اس هتساوي ال اي قيمة مثلا رقم 5 او اس، قال لي رقم 2 او اس. طيب دول 5، بص بنبدأ نعد من 0، ده 0 1 2 3 4 5 تمام. طيب ممكن اقول له بقى من 5 ل 7 مثلا، واقول له ران اعمل ليست 5 6 7. طيب ممكن اقول له اشيل العلامة دي كده واقول له ران، هياخد كل القيم اللي بعدها تمام. طيب ممكن اقول له اشيل القيمه دي واشيل القيمه دي، معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا بقول له انسخ كل القيم الموجوده هنا وحطها في الاو اس، فبينسخ كل القيم. كان قلت له كرر ال اي دي، بقول له نفس الاسم ال اي، وبعد كده بفتح القوس مسافه نقطتين، وبعد كده بقفل القوس بتاعي خلاص، بياخد كل القيم الموجوده هنا ويعمل لها كوبي زي ما انتم شايفين. طيب لو انا عايز اخلي السلسله دي في رقم فيها يتغير تمام، هاجي هنا اقول له ال اي وافتح قوسين، اقول له مثلا اللي هي القيمه رقم 0 ديت اللي هي 5 هتساوي، انا عايز اخليها تساوي مثلا 12 تمام، واخليه يطبع لي ال اي، اقول له رن. طب خد الخمسة دي بدلها ب 12، انا قلت له ال اي خش على السلسلة اسمها ال اي، واول رقم تلاقيه اللي هو بيبدا يعد بالصفر اعتبر ده 12، فيبدا العد ب 12 وبعد كده يرجع لبيت القايمة عادي خالص. خلينا نقول له ال اي عشان توضح، تكرار بيعلم الابرار، اخليها رقم 3 تمام، واقول له بتساوي 7، ولا باش 7 في هنا رقم 4 خليها 4 تمام، قول له رن تمام. هتلاقي ان انا قلت له ال اي 3 3 هي بتساوي ايه 4.